اما بقول لك ايه، يعني انا فكرت في فكره حلوه. ايه؟ انا شايفاكم انه خاربين بيتنا في المصاريف، وما تصرفوا قد كده، ما تيجي نعمل جمعيه واللي نفسه في حاجه يجيبها لما يقبض. تصدق كلامك صح؟ ده انا عايز لعبه ب 500 جنيه، نفسي اجيبها من زمان. اول ما تقبض يا عم روح هاتها. بس لا صح، يا كان نسيت المره اللي فاتت واللي قبليها. لا والله ما هعمل زي المره اللي فاتت واللي قبليها. اول ما تقبض يا عم ال 500 جنيه هديها لك في ايديك، يكتر ميها في الشارع، ماليش دعوه بيك. مش انت اللي هتمسك الجمعيه. امال مين اللي هيمسكها غيري يعني؟ اي حد غيرك. مين يعني؟ قول مين اللي هيمسكها وانا اشوفها هينفع ولا لا. امسكها انا والله همشي بمرضي الله. وحياه ربنا لو اتشليت مكانك كده ما ينفع تمسكها انت. يا كان مش عارفاك يا حبيبي، ده انا امك يا حبيبي، ده انا مربيك وانت قد كده. خلاص يا اختي مش هدخل. غور في داهيه ما تدخلش. وانت يا احمد هتعمل ايه؟ هتدخل ولا ايه؟ عادي هدخل، بس لو ده دخل مش هدخل. يا عمي ده دخل ما دخلش، انت كده كده ليك جبضه، مالكش دعوه باي حاجه تاني بقى. طب هدخل. ادخل انت، لو دخلت مش هدخل عادي. يا حبيبي كلمني انا، ايه مالكش دعوه بيا؟ هتخش ولا مش هتخش؟ شغل مع انك ما دخلت، هدخل انا عادي. مش هتلاقي حد يدخل معاك، هتبقى انت وامك بس. مالكش دعوه انت. دعوه تحشك والحمار ينشك والجزمه القديمه تتقطع على وشك. يا ابني انتوا من فوق راس بعض يا ابني. يا ابني حبوا بعض يا ابني. مش هنعمل جمعيه، وانا غلطان ان انا قلت لكم حاجه زي كده عشان عايز اوفر لكم فلوسكم واخليكم تعملوا حاجه عليها العين براحتكم.